على بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات. نرحب بكم وبحضراتكم في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في هذه الفترة المسائية الخاصة بشعارات أصحاب السمو والشيوخ لسن الثنايا على بركة الله. أعلنت انطلاقة الشوط السادس الحامل في طياته الإبكار الثنايا. بدأنا وعلى الله توكلنا مباشرة مع المركز الأول لأتابع الذيبة لهجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدمها، بينما التسلل في هذه اللحظات من قبل عزامة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يقدم لنا عزامة مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات الذيبة بشعار هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. انتقل إلى المركز الثالث لأتابع الشاهنية بشعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير. وفي المتابعة بينما المركز الرابع أتابع وسام بشعار هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتولى عملية تضميرها. انتقل إلى المركز الخامس لأتابع في هذه اللحظات انطلاقة الشاهنية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي من يقدمها في التضمير. بينما المركز السادس أتابع منذرة شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي يتولى عملية تضميرها. انتقل إلى المركز السابع لأتابع حطابة بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثامن الشاهنية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. وفي المتابعة انتقل إلى المركز التاسع لأتابع أيضا الشاهنية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية التضمير. بينما المركز العاشر القادمة العيدهية لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل النابت. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمين الباحثين عن الفوز وعن الناموس. نعود من جديد إلى مجريات الشوط إلى التحدي الأول والمراكز الأمامية لأتابع في هذه اللحظات الشاهنية بشعار هجن العاصفة من تحتل المركز الأول. غياث الهلالي في التضمير يقدم الشاهنية والشاهنية شعارات هجن العاصفة مع المركز الأول والثاني. بينما المركز الثالث القادمة وسام لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير. المركز الرابع هجن الرياسة مع المجازف يقدم لنا عزامة. بينما المركز الخامس القادمة الذيبة لهجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. والمتابعة المركز السادس
وتابع المركز السادس في هذه اللحظات الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. وفي المتابعة في هذه اللحظات انتقل إلى المركز السابع لأتابع منذرة في هذه اللحظات قادمة بكل قوة شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير. انتقل إلى المركز الثامن لأتابع في هذه اللحظات حطابة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام، انتقل إلى المركز الثامن لأتابع في هذه اللحظات الشاهينية وشعار هجن العاصفة قادما بكل قوة غياث الهلالي في التضمير. المركز العاشر مرحبا بغارات أحضرت غارات لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يقدمها في التضمير. هكذا النداء الثاني، يا من تتابع يا من تراقب هذا النقل الحي والمباشر لقناة ياس والقنوات المصاحبة لهذه الأحداث معارك الوثبة وختامي الوثبة 2023. نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى هجن العاصفة. من تحتل الصدارة في هذه اللحظات الشاهينية لهجن العاصفة؟ غياث، يا غياث، غياث الهلالي في عملية التضمير. وفي المتابعة بينما هجن الرياسة قادمة مع المراكز المركز الثاني والثالث لهجن الرياسة، وحصل تدخل في هذه اللحظات من قبل هجن الشحانية. هجن الشحانية بدأت تشكل الخطر، وكل الخطر من خلال العيدهية لهجن الشحانية. من استلمت زمام الأمور في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظات متابعينا الكرام، يا سلام، العيدهية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولكن الرياسة مع عزامة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. الحوار ثنائي ما بين هجن العاصفة وهجن الشحانية، ولكن الفوز لمن من بين هذه المؤسسات الكبرى، من بين هؤلاء الأقطاب الثلاث اللي يزين فيهم اللقاء دائما وأبدا؟ هجن الشحانية وهجن الرياسة وهجن العاصفة. ولكن الرياسة ما زالت مسيطرة تمام السيطرة مع المركز الأول. عزمت على الفوز عزامة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهري، يقدم لنا عزامة المجازف الله على المجازف وإبداعاته. بينما المركز الثاني أحضرت هجن العاصفة في هذه اللحظات الشاهينية قادمة لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات العيدهية لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل النابت يقدم لنا شعار هجن الشحانية. الظافر قادما بكل قوة مع الذيبة قادمة لهجن الرياسة، قادمة في هذه اللحظات. ولكن عزامة مع المركز الأول، عزامة مسيطرة تمام السيطرة وكل السيطرة. الحمر الخطير، الحمر المثير، عزامة والمجازفة، عزامة وهجن الرياسة، عزامة
السلام والمنعطف الأخير. يا سلام يا سلام، عزامة 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 لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون. بدأت المعركة الآن، بدأ الصراع ووصل التعزيز. وسام وصلت لهجن الرياسة محمد بن عتيق. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. يا كبار يا عمالقة الحمر الخطر، يا سلام على الرياسة وهجنها. الرياسة مع المراكز الأربع الأولى، الرياسة الخطر وكل الخطر من عزامة عزامة ووسام، وأيضا القادمة غارات لهجن الشحانية قادمة في هذه اللحظات، غارات محمد بن خالد العطية. ولكن المجازف، المجازف بهذه المصدات الأرضية، المجازف عزامة ووسام، عزامة ووسام، وسام وعزامة، وغارات غارات غارات. ولكن المجازف بن زيتون بوسعيد 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 مع عزامة ووسام، وسام وعزامة. بن زيتون يتلاعب بالناموس، يتلاعب بالناموس. عزامة ووسام لهجن الرياسة، لهجن الرياسة. لا والله ما ندري من الفايز، وسام ولا عزامة، ولكن الفوز لهجن الرياسة. سلام لهجن الرياسة، سلام سلام عزامة، سلام وسلام للمجازف المركز الثاني، وسام لهجن الرياسة المركز الثالث. أوصلت غارات لهجن الشحنية والمركز الرابع. أوصلت ذيبة لهجن الرياسة الظافر علي بن جميل الويبي والمركز الخامس. أوصلت الشاهنية لهجن عاصفة غياث الهلالي تهانينا والناموس لهجن الرياسة. هذا الفوز والانتصار عزامة ولحظات وصولها مع المجازف. سلام عليك يا المجازف، والسلام لهجن الرياسة. جاب هنا أول وثاني تهانينا والناموس. 12 دقيقة 17 ثانية، 9 أجزاء من الثانية بينما المركز الثاني وسام لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وتوقيت والزمني ولحظة وصولها 12 دقيقة 18 ثانية، جزء وحيد من الثانية تهانينا والناموس والمركز الثالث. أوصلت غارات لهجن الشحنية محمد بن خالد العطية. وتوقيت والزمني 12 دقيقة 21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الخليفة استلمها صامل الوقفة تحمل الثقال، وخالد الزيزوم متعلي همها كاملة الأوصاف لله الكمالي. صورة الماضي مع الحاضر رسمها وأكرم اليدات والهين الغوالي. شارة الله للهجن.